هذا كيف بدهم يتقبلوا الطالبات والجمهور. مس عبير مستفزة ومستفزة في مدرسة الروابي للبنات. أنا مستفزة بس بنفس الوقت قعدت لهم برواء. تأكدي أنت وياها راح تضل وراك. وين مفكرين حالكم رايحين؟ لحظة أنت وياها وين رايحين؟ قدامك دغري على إيتي بالعربي وإحضري مس عبير. على طريقة مس عبير الصارمة دعت ريم جمهورها يتابعها عبر إيتي بالعربي بعد نجاح الكاركتر المميز بمسلسل مدرسة الروابي للبنات اللي أصبح ترند رقم واحد فور إطلاقه على نتفليكس. من بكرة بتداومي بالزي المدرسي وهدول وهدول كله هاد ما بدي أشوفه. أنا بالنسبة إلي يعني إنه مس عبير يكون إلها هاي رد الفعل الإيجابي ما كنت متوقع هيك أحكي لك بصراحة، وسعيدة جدا بأنه يعني بمحبة الناس. ورغم هالمحبة إلا أنها استفزت البعض خاصة بالحلقة الأخيرة بعد ما تواصلت مع أهل ليان إحدى الطالبات اللي هربت من المدرسة لتقضي نهارها مع حبيبها. إذا خطأ خطأ بالتأخير، يعني إذا يعني هو الأساس إني أحط الأهل بصورة اللي عم بيصير حتى لو المديرة كانت بموقفها السلبي، يعني أحاول أقنعها، أحاول أهددها، أحاول بأي طريقة أحاول أوصل للمجلس الأعلى يعني اللي بالإدارة بإدارة المدرسة أخبرهم عن اللي بيصير. أما إني ندماني لا مش ندماني، لا بالعكس هذا السلوك الصح، وهالسلوك بيرافقها بمعظم حلقات المسلسل، وكان لبعض المشاهد اللي قدمتها وقع خاص عندها وعند الجمهور. مشهدي لما حطيت الصبايا بالعقاب ما بعد ما شرشحوني على المايكرو على اللاود سبيكر، يعني جد 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 أهروني، يعني البنات الثلاثة بأدائهم وأنا قاعدة وهديانة حسيت باستفزاز داخلي، فكان من المشاهد أني أنا مستفزة بس بنفس الوقت قاعدت لهم برواء، يعني بدي أعاقبهم برواء، فكان هذا من المشاهد اللي حسيتها يعني بدها شغل منهم وشغل مني. شو ما كان نوع البلاوي اللي سويتوها بالعلن أو بالسر تأكد أنت وياها راح تضل وراكم. ومشهد آخر كان مقلق إلها ولكنه أصبح حديث الناس بعد عرضه. في المشهد اللي بعتبره أنا كنت قلقانة، يعني لما قرأت النص كنت كتير خايفة منه وبفكر فيه كتير، اللي هو مشهد السبا اللي لما منروح رحلة، ومشهدي لما بطل عليهم بالميو، يعني حسيت إنه هذا كيف بدهم يتقبلوا الطالبات والجمهور، فضليتني عارفة حايصة وخايفة منه. سيلو خد سلفيز؟ لا 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 ما تصوري ما تصوريني على حلو. لا ما تصوريني على هيك. لا يلا تشيز. ورغم هالماستر سينز إلا أنه تعرض العمل للانتقادات من قبل البعض حتى قبل مشاهدته. الله يسامحهم اللي يعني رفضوا بدون ما يشوفوا، يعني كتير منهم ما شافوا سمعوا، أما هاي التجربة لو أخذوا فرصة أنهم يحضروها بتأني كان فعلا بيكتشفوا أنها تجربة نوعية وتجربة لازم يناقشوها ويحاوروها سلبياتها وإيجابياتها. ووضحت ريم الخبر اللي انتشر حول الموقف السلبي لنقابة الفنانين الأردنيين تجاه العمل. ما صدر بيان من النقابة، هذا حوار أنا لما اتصلت بزميلي سعادة النقيب أوضح لي بأنه هذا كان حوار بينه وبين صحفي وكان بيحكي وجهة نظره بنتفليكس وبدليل أنه كاش حاضر العمل وما في إشي رسمي طلع من النقابة، يعني أنا بالمجلس وأي بيان لازم يكون في موافقة المجلس، فما طلع بيان. لا التعليمات واضحة والكل بعرفها منيح.